انت بقيتي تعبانه، انت من كتر خبطات الدنيا الهشاشه بقت كتيره، انت محتاجه تبقي اقوى، انت محتاجه تستجدي نسختك الاصليه، اعبدي كمان، انت محتاجه تصلي، انت مش بتصلي، انت محتاجه تغيري نظرتك للصلاه، انت كنت بتتعاملي مع الصلاه على انها اداء واجب لازم اصلي، ابدا انت محتاجه تعبدي، صلي كمان، هاتي سبحه وابداي اذكري ربنا كمان كمان. الايام دي حجم التغيير انتنسيف، يعني شديد التاثير في وقت قليل، يوم عرفه يطلعك بني ادمه تانية. اوعي تستهوني لما ربنا يقول وذكرهم بايام الله، دي ايام مخصوصه، دي ايامي وانا اللي خلقتكم، ارجعك في يوم زي ما كنت، وبالتالي انت اتخلقت في احسن تقويم، والعشر الاوائل ورمضان ورحله عمره والعباده والقرب من ربنا ترجعك حضانه، العشر الاوائل حضانه، ورمضان حضانه، والعمره حضانه، والحج حضانه، وانك تعبد ربنا طول السنه يرجعك لايه؟ انت استرديتي نسختك الاصليه، انت ما عادش عندك هشاشه نفسيه، انت بقيتي قويه. طب هو الحساب يوم القيامه قد ايه؟ على فكره يا جماعه انتوا فاهمين الحساب يوم القيامه على ايه؟ انت فين من نسختك الاصليه؟ انت كانت نسختك الاصليه اسمها احسن تقويم، خلقه ربنا يا اخي، نفخه الله، انت متخيل نفخه ربنا عامله ازاي؟ يوم القيامه انت المسافه قد ايه بينك وبين النسخه الاصليه؟ يا ده انت بعيد قوي. انا خلقتك كده؟ انت راجع لي بالنسخه دي؟ طب وليه ما استفدتش من العشر الاوائل من ذي الحجه؟ طب وليه ما عبدتنيش؟ طب وليه كنت تبص للصلاه ما اعتنتش بالصلاه، كنت بتبص لها اداء واجب؟ انت ما استفدتش من الحاجة اللي أنا عملتها لك عشان تحافظ على النسخة الأصلية، العبادة. أعبد كمان. لا 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 لا، كمان كمان كمان، الأيام اللي باقية غالية قوي، واستعد اليوم عرفة قوي، وبص لكل سجدة وكل لحظة ذكر وكل لحظة دعاء إنها تقوية لصلابتك الداخلية ومناعتك الداخلية. الله على أجمل حضانة روحية لإعدادك انك تقدر تقاوم الذنوب والمعاصي، انك تغير الهابتس الوحشه في حياتك، انك تصلح اللي اتكسر من قلبك ومن وفي وجدانك وفي حياتك. احنا محتاجين نعبد يا جماعه. انا جاي لك يا رب عشان محتاج اعبدك. فرق كبير على فكره، كل حاجه في الدنيا وجهه نظر، الجواز وجهه نظر، الصلاه وجهه نظر، وجهه نظرك للحاجه ممكن تخليك تعملها وانت مش عايز تعملها، وممكن تحس بقيمتها. انت محتاج تغير وجهه نظرك للعباده، العباده قوه، العباده طاقه، العباده انرجي، العباده استرداد لقوتك وصلابتك الداخليه.